سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اجمالي اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا وقد أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائيات لها تسجيل 3425 حالة قائمة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 31803 حالات، منها 67 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و24 حالة في وحدة العناية القصوى، هذا وتم تسجيل أربع وفيات خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 4823 حالة إضافية